مرحبا بكم في قناة تحفة. كشف سر انزعاج عمر بن جمع ورفضه الجلوس مع بيدرو سانشيز ورفضه طلب اسبانيا. وهكذا دخلت ميلوني وعدة دول الخطوة اقوى مقترح سيقدمه في مجلس الامن. بداية، مندوب الجزائر دائم في مجلس الامن عمار بن جمع يصنع الحدث مع ترقب من جهة مشروع القرار الذي سيطرحه، ومن جهة رفضه كل طلبات اسبانيا وبالخصوص رئيس الحكومة سانشيز. فقد كشف المراقبون السر وراء ذلك الرفض والتجاهل من عمار بن جمع لكل طلبات اسبانيا ومحاولتهم التنسيق معه. اين تم الكشف عن كون عمار بن جمع بالرغم من ان اسبانيا تعتبر اكثر دولة اوروبية لها موقف قريب جدا من الموقف والمبادرة الجزائرية في مجلس الامن، ليس مؤخرا فقط بل منذ بداية الاحداث في القطاع. إلا أن عمار بن جمع رفض رفضا قاطعا أي تنسيق مع إسبانيا، وفضل إقناع باقي الدول الأوروبية وبالفعل أقنع غالبيتهم بمبادرته وجهوده الكبيرة وضرورة وقف الأحداث. السر حسبهم يعود إلى أن عمار بن جمع رفض التنسيق مع الوفد ومندوب إسبانيا عن عمد لكي لا يترك المجال لحكومة بيدرو سانشيز التي حاولت التقرب منه على حساب العلاقات المتوترة جدا بين الجزائر وإسبانيا، إذ أراد سانشيز الالتفاف على شروط الرئيس عبد المجيد تبوني الصلح. فبن جمع نسق مع الجميع تقريبا إلا مع إسبانيا تجاهلهم تجاهلا تاما رغم موقفهم القريب جدا من موقف الجزائر كما ذكرنا من قبل، إذ وجد بيدرو سانشيز بن جمع يتجاهله ويتجاهل مندوبه تماما كما فعل رئيس بون الذي قام هو الآخر مؤخرا أيضا، وكذا من البداية برفض كل طلبات سانشيز الذي حاول زيارة الجزائر. فقد حاول الأخير مرارا وتكرارا أن يقنع رئيس بون بالصلح، إلا أن الغدر الذي قام به سابقا ضد الجزائر بخصوص القضية الصحراوية إلى تحالفه مع المخزن إلى محاولته جعل الدول الأوروبية حينها في بداية الأزمة الإسبانية الجزائرية تعاقب الجزائر، وفشل حينها فشلا ذريعا بعد أن رفضوا طلبه وحافظوا على علاقتهم مع الجزائر. بعد كل ذلك حاول المراوغة بتنازلات صغيرة جدا حول موقفه من القضية الصحراوية، والرئيس بون حينها رفض استقباله إلى أن ينفذ كل شروطه، فهو أراد استغلال موقفه الإيجابي من الأحداث في القطاع للتقرب من الجزائر، لكن سرعان ما قطع عمار بن جمع عليه الطريق ولم يكن أصلا بحاجة لدعمه، فبن جمع أنجز المهمة على أكمل وجه بعيدا عن إسبانيا، وتمكن من كسب حوالي 150 صوتا في الأمم المتحدة لوقف الأحداث ولمشروع القرار الجزائري الذي قدمه هو بنفسه. وتمكن من إقناع دول كانت تعاند الوقف الدائم مثل إيطاليا بقيادة ميلوني، وكذلك أقنع فرنسا وألمانيا وغيرهم الكثير من الدول. وهذا ما يفسر أيضا عدم وجود أي تنسيق جزائري من الطرف الإسباني رغم الموقف المتقارب، وقد تم تجنب أي مناورة لسانشيز الذي رغم الخلاف معه يظل موقف بلاده من الأحداث في القطاع أكثر إيجابية ومميز، لكن طبعا لن يكون على حساب أي مناورة وترفض الجزائر رفضا قاطعا الصلح مع إسبانيا حاليا، إلى غاية إما رحيل بيدرو سانشيز عن الحكومة الإسبانية أو تعديله لكل أخطائه الجسيمة التي استفز بها الرئيس بون، وهو الذي بعد أن تماطل في تنفيذ شروط الرئيس بون راح وزار محمد السادس وأعاد إظهار موقف معوج من القضية الصحراوية. كما أن عمار بن جمع ينتظر أن يقدم مشروع قرار قوي وحاسم قريبا جدا في مجلس الأمن بخصوص الأوضاع في القطاع لوقفها كليا، والأمان مربوطة أن ينجح ويتم تمريره دون أي فيتو معارض. أخيرا تزكية عمار بن جمع في الأمم المتحدة نحو منصب رفيع، وكيف بات الأخير رمزا وشرف الجزائر وأثبت أن للجزائر كلمة. بداية مفاجأة مدوية تصنع الحدث حول عمار بن جمع من الأمم المتحدة تفرح الجزائريين وكل العرب المسلمين، وحتى ثناء على الأخير من أغلب دول الأعضاء الذين هنأوه على التزكية، وهو الذي بات رمزا يحسد به لكلمة الحق والجهود الجبارة التي قام بها في مجلس الأمن، وقدم أيضا إضافة كبيرة للتحول الدولي بخصوص موقف أغلب دول العالم مما يحدث في القطاع، وباتوا غالبيتهم العظمى تؤيد وقف الأحداث بعد أن كانوا يمتنعون أو يعترضون. وقد تم تزكية الجزائر الرسمية لتشغل منصب نائب رئيس الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية فإن الجزائر ستكون ممثلة في هذه الدورة بدبلوماسي عمار بن جمع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة. ووفق المصدر ذاته ستساهم الجزائر بوصفها نائبا لرئيس الجمعية العامة في تسيير وإدارة أشغال الجلسات العلنية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بدءا من سبتمبر 2024 إلى غاية سبتمبر 2025 أي لسنة كاملة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد زكت رئيس وزراء الكاميروني السابق فيليمون يانغ ليكون رئيسا لدورتها 79.
ومن المقرر أن تفتتح الدورة 79 للجمعية العامة يوم 10 سبتمبر المقبل، وسيكون شعارها الوحدة في التنوع، كما تبدأ أعمال المناقشة العامة رافعة المستوى في 24 من الشهر نفسه. ومن بين أهم الأحداث التي ستشهدها الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون حينها مباشرة الدبلوماسية الجزائرية ستلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمساهمة في المجهود متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة هذه الرهانات. وعمار بن جامع كفء لهذه المهمة وسيقودها بكل تأكيد بنجاح، خاصة وأن الجميع يعول عليه وبات محل ثقة. يذكر أن الجزائر رفعت في العديد من المحطات من أجل رفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية أيضا، خاصة داخل مجلس الأمن الدولي الذي دعت الجزائر فيه إلى إعادة إصلاحه ومنح القارة السمراء مقعدا دائما فيه. الجزائر تتصدى وتفاجئ الإمارات بخرج صين قوية ومنع وفودها من الوصول لأدخم أمه. وهكذا أقنع رئيس بون إسبانيا بعد تهديده لسانشيز وبن زايد يعترض. بداية، الجزائر تحسم بشكل شبه كامل إفشال محاولة الإمارات شراء شركة ناتورجي التي تعد من أهم وأكبر شركاء شركة سوناطراك الجزائرية، خاصة وأنها شركة بالنصف مع الجزائر في أنبوب ميرغاز وتشتري سنويا كميات ضخمة من الغاز. هذه المرة التهديد الرسمي، وكشفت صحف إسبانيا عن مفاجأة جديدة حول منع اتفاق الجزائر مع سونشيز على خطط لإفشال محاولة الإمارات الاستحواذ على الناتورجي، خاصة بعد أن أكدت الجزائر لحكومة سونشيز بأن بيع الشركة للإمارات يعني قطع كل الغاز الجزائري عن الشركة وإلغاء للاتفاقيات، وأن إسبانيا ستدخل في أزمة غاز غير مسبوقة. لهذا، فرغم دخل رئيس الإمارات عبر شركة طاقة حسب مصادر إسبانية حوالي 24 مليار دولار لإتمام الصفقة، مع ذلك لم يقدر، بما أن سونشيز القرار بيده وليس بيد سوق المال والأعمال الإسباني الذين حاولوا تمرير الصفقة وأقنعهم بن زايد، مع مغريات الإمارات الكثيرة والأموال الضخمة لهم التي تضخها وتضغط بها لتشتري ناتورجي. فسونشيز امتنع ويتماطل، بل وحسب مصادر إسبانيا يرفض طلب الإمارات، لأنه من جهة لو قبل طلب الإمارات سيخسر الغاز الجزائري مع تهديدات بقطعه فورا، ومن جهة يخسر أحد أهم الشركات الإسبانية التي تعتبر همزة وصل بين الجزائر وإسبانيا، وهي التي تمتلك 49% وقد لا يعبر الغاز مجددا عليها. لو غلقت شركة سوناطراك الغاز عليها عبر أنبوب ميدغاز، فالغاز المنقول من الجزائر نحو إسبانيا يمر عبر هذه الشركة، أي أن سونشيز حينها سيصبح في إسبانيا أمام شعبه المتسبب الأول في أزمة غاز عندما يقطعه الرئيس بون فرضا. لهذا، فسونشيز أيضا لا يريد المغامرة أكثر في ظل محاولات الصلح مع الجزائر وتقربه من الرئيس بون وإزالة التوتر في العلاقات وطلبه برمجة لقاءات قريبة. فهذه الصفقة التي تريدها الإمارات لا تريدها الجزائر، لأن الجزائر لا تريد التعامل والشراكة مع الإمارات بالخصوص في مجال الغاز. وهذا الرفض له أسباب عدة، بينها مؤامرات واستفزازات بن زايد للجزائر سابقا، وفق ما قال الرئيس بون سابقا وتأكيده أن الإمارات تحاول